الاسم ديال رابح 19 سنه من مدينه ساله. كيف ما كيعرف كل شيء انا لاعب فري ستايل وبديت هاد الرياضه في 2017. شجعني الاخ ديالي والبارح درت رقم قياسي جديد 400 جونغلاج بالراس. حاليا كاينين تحديات واي واحد دخل تحداني في انستغرام صيفط لي ميساج قال لي نتحداك مرحبا. هذا التحداني كنشكرو حيت شجعني درت 400 اللي رقم قياسي جديد في المغرب واغلبيه قال لي راك ما غاديش ديرها وشجعوني حتى هما كنشكرهم وكنوجه رساله للناس اللي عندهم يد في الشان الرياضي انهم يعطيو فرصه للشباب اللي حيت في كل دار في كل زنقه كاينه موهبه خاصها تبان. هاد البلاصه ما مف... هاد الرياضه ما موفرين فيها والو حتى شي حاجه لا فين تريني لا حتى شي حاجه. كنوجه رسالة للناس اللي عندهم يد في الشأن الرياضي أنهم يعطيو فرصة لهاد الرياضة في المغرب كامل حيت راه كاينين دراري ديال الفري ستايل خاصهم فين يتريني وفي شي حاجة. كيف ما كتعرفوا هاد الرياضة ديال الفري ستايل كتمارس في الشوارع كباقي الرياضات وكنتمناو تعطى لهاد الرياضات اللي كيتمارسوا في الشارع تعطاهم قيمة. كنشكر صحافة اشواق اللي ديما متبعاني فيما كندير شي فيديو جديد وحاليا دابا راه حطمت رقم قياسي وجات صورات معايا كنشكرها وكنشكر المتبعين ديالي في انستغرام في يوتيوب في فيسبوك. ترقبوني في تحديات اخرى.